نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما جهلا للجنة نسعى برضا هات الكف أيا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية الحمد لله الذي جعل النساء شقائق الرجال وأكرمهن أفضل الإكرام في الحال والمآل فدعاهن إلى أحسن الأخلاق وأفضل الأعمال وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال شرع للمرأة حقوقا تحميها وواجبات تحقق لها الأمان والآمال وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الكريم المفضال أول من حرر المرأة من وطأة العبودية والاستغلال إلى التمتع بالحرية والاستقلال وهو الذي قال إنما النساء شقائق الرجال صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والإجلال وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حين ذلوا ذاك دونا أنك وأهد لديكم إذا سيهين قبلها كقل بدشي معهد كأم القرى برنامج أن ديرد ساري دونا وأهل إلى أنت إسلام كأو إلى لي قبلها وحان إذين سو قدن دونا قضب إسلام كأو كو إلى لي قبلها شرفتو ذا يكون أرسناتو نفتو ذا نكو إلى شناتو قضب ككوباد وحنقنا يا الحجاب قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما إله سبحانه وتعالى وحيري نبي وكل حاسس كذا قبل هذا إيه هوينك مؤمنات مؤمنين تا أكرر رعيان دشوا ذي حجاب كذا تاس أي أولو إن لا أقن صدقان لبن إلهي وحو هذا يهين دم بدافين حرستا قذب كلمات أو أه ألا تخرج إلا لحاجة قال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى الله سبحانه وتعالى وحيري كنا قاد قريهنا أو ها أبنا بحين سيدي أبنا بحجرين جاهلية ذي هريسي قضبك السدحات أو أه ألا تخضع في القول إن تحدثت مع أحد لحاجة قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيضمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا الله سبحانه وتعالى وحوليه هي أصغو لهذا ليسو بنهين النبت كالين حريس كوركي سهاهاتي يسن هوين إذا هذا الكيد أجرعين سيغو دمعين كي قلبك سجرناي كو هذا الوناكسن قضبك حيقاء ألا تجلس في خلوة مع رجل أجنبي عنها ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومع ذي محرم رواه البخاري ومسلم ابن عباس وحال قوري الله كرى لنقضي النبي المتقلي أن حريص دشي سألها يا لئن ويري ني يسلك لنقن هويني إلا لجر كذا هذا محرم كذا موي وحاصو صاري بخاري ومسلم قضب كحيقة أه ألا تخالط الرجال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها رواه مسلم أبي هريرة الله كرال نقضي وحال لقوريي نبيك نبت قليئي نحريس دوشي ساهاتي إن ويري إن صففك هوينك وحا أغو خير بضان كان أغو دنبي وحا أنا أغو شر بضان كان أغو هريو وحا سو ساري مسلم قضب كحيقة الله تسافر إلا مع ذي محرم منها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لإمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منها رواه مسلم أبي هريرة وحال لقوري إن ويري نبي محمد نحريس نبت قليئي ساعة
ahaatee yeesan safrin haweenay ilaa maxramka inuu la jiro mooyee waxaa soo saaray xadiiskaas muslim qodobki xiga oo ah allah tadac shay'an min at-tayyib ala malabisiha ana abi muusa al-ash'ari radiyallahu anhu an nabiy sallallahu alayhi wasallam ayyama imra'atun ista'darat famarrat ala qawmin yajidu rihaha fiya thaniya oo ahmed fi musnadi abi muusa al-ash'ari wuxuu ka wariyay nabi maxamed xariis nabad galiyay dushiisa ahaatee mar walba ay haweeneeda ay carfiso ay soo horumarto qoom si u helaan udugeeda ayadu waa zaniyad diskas waxaa soo saaray ahmed fi musnadihi qodobki xiga oo ah alla tuhaawil lafta anzaar ar-rijaal al-ajanibi ilayha qala allah ta'ala wa la yadribna bi arjulihin li ya'lama ma yukhfin min zinatihin allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay yeesan haweeneeda ku garaacin lugaheeda dhulka si loo ogaado waxa u qarsoon oo ah quruxdeeda qodobki xiga oo ah anta qutba basaraha an nazar ila ar-rijaal al-ajanibi anha qala allah ta'ala wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa يحفظن فروجهن الله سبحانه وتعالى وحاويري قد نبي الله هاوينك مؤمناتك إني لاوان أرقودة إلى ليان فروجتودة قذب كحيقة أن تحافظ على طاعة ربها وعبادتها عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها دخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت عبد الرحمن بن عوف الله raali noqday waxa laga wariyay in uu yiri nabiga nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ahaatee hadii ay dukato haweeneeda shanteeda salaadood soonto bisheeda ramadaan xafido farjigeeda adeecdana sayigeeda waxaa loo dhahayaa ka gal albaabaha jannada albaabkii aad doonto isna ugu soo gabagabay barnaamijkeeni ahaa kuni daaciya ahli lkhayr xalqadiisii koowaad oo aan uga hadlaynay ilaalinta islaamka uu ilaaliyey gabdhaha muslimaadka ah